ومن أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا وجوزا فاني مكافئ بكم الامم او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث اخر اني تعبت فقال فمن رضي عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام مختار عالم صاحب کی صاحبزادی شبانہ خاتون کو ₹15,000 محرم کے عوض محمد شفیق عالم ابن شیخ عبدالجلیل صاحب اور محمد سراج الحق صاحب ابن انصار الحق صاحب کی موجودگی میں اور اس کے علاوہ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کو یعنی محمد ارشد ابن محمد انصار الحق صاحب کو بحیثیت وکیل بن نکاح ہونے کے آپ کی زوجیت میں نے شبانہ خاتون کو دیا، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا کہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔